المجتمعات العربية المتواجدة في العالم الغربي لها شعبية كبيرة وسط العديد منا، ولكن ما يعرف بقلة وهو أنه يتواجد مجتمع عربي صغير في مدينة حيدرآباد جنوب الهند. أنا الآن متواجدة ببركس وهو حي عربي بمدينة حيدرآباد جنوب الهند وهو مركز للثقافة العربية. سؤالنا الوارد هنا، هل ما زال العرب في هذه المنطقة متشبثون بثقافتهم العربية؟ كيف يعيشون حياتهم اليومية؟ هذا ما سنكتشفه معا هنا. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. السلام عليكم. سمينا باركس، يعني اسم العرب الباركس، معناته جاي من برا ساكنين في الهند. تعلمت الانجليزي بعد كل شيء، عربي انجليزي هندي، كل واحد منا زوجتها علمت كلها منا. انا شويه مختلف، يعني مو بنفس اليمن يمني يعني كامل 100%. في العسكره كبير عرب، وفي ما تقول في المكاتب الكبير عربي، لهم يعني مقام ورابة ومحبة هنا في الهند. منهم اللي عرب كان موجودين، بعضهم راحوا إلى سعودية، بعضهم رجعوا إلى بلاد، بعض أولاد تركوا هنا. يابا وين الوالدة؟ قال أمك في الهند. شهدود يا سربي مقلع، شهدود شهدود يا سربي مقلع، شهدود كيف سردع، شهدود كيف سردع، شهدود كيف شهدود يا سربي مقلع، شهدود شهدود شهدود. كما يقال الموسيقى غذاء الروح. للحظة وجيزة ظننت أنني متواجدة بالمغرب عند سماع الموسيقى العربية هنا بالهند.